الو شلونك؟ شلون ست؟ شلون صح؟ وانت بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يحفظكم ويحفظ الشعب العراقي اجمعين. الله يخليك بالخير رحمه الله على والديك. اخت عزيزه انت الله شاهد، يعني العائله كلها تحكي بك امانه الله. في دول العائله كل يعني الصيح بالبيت عمري والدتي كل شيء، يعني جيبي مثلا الفطور عمري. والدتك ام مصطفى؟ يعني انا وحيد لها. بس انت ايه سلمنا على ام مصطفى وقول لها كل عام وانت بخير صحه وسلامه. ربي يحفظك ان شاء الله، يوصل ان شاء الله. الله يخليك. والله عد فين وانا وحيد. اي العائله صغيره ولا تخاف؟ ايه والله والديك يسووا العائله صغيره. ايه والدي ما يقبل. هي بعد ايه سلم لي على والدي. يوصل ان شاء الله. ما يسلم لي عليه. حق الا اختك تسلم عليه. عيونه الله يسلمه ويحفظه. طيت عيديه لا؟ والله انا راح اسمعك شيء قبل. اي راح تعطيني عيديه بالشعر؟ انا لا مو شعر. اوكي اي يلا شوي يعني. من قد ما احبك بس اسولف بيك، من قد ما احبك بس اسولف بيك، وقمت بيك أنا أسولف حتى بالسكتة. من سيلوني شو اسمك تعرف وش رديت، باسمك جاوبت حتى اسمتي اهتي. الله يخليك يجنن كلش حلو. وهاي لوالدتي. هو استوني دا اقول لك واصل مرحله انه انت تعز شخص على نفسك. اي والدتي يعني والدتي. كلش قريبه علي. شو توجه لها كلام؟ والله اريد الله يحفظها لي، لان ذاك اليوم صديقي سالني قال لي شنو امنيتك بالحياه؟ والله قلت له انا يعني يصير اجلي قبل والدتي. ما صحه وعافيه وطوله عمر. ما اعرف شو يصير فيه. رحمه الله على والدك. ام مش قد خطي الفرح تسمع بي. انا ما اريد اذيكم امانه الله. خلاص الك. اي ام مش قد خطي الفرح تسمع بي، الحزن وياها عايش دوم، كاتلها إله على الشمس تميل الغيم بساع، كان يشع لأم والحزن ما تميله، كان يمش على أمي الحزن ما تميله، وعلى القادة يخلوها يرتب أمي. الله يحفظك. رحمة الله على هذا شحفظك. أمهاتنا أجمعين. أنا والله بيتنا هنا بالشعب. حياك الله وحيا الله أهل الشعب، ويحفظ لكم مصطفى ويفرح بيك ويرزقك الصحة والسلامة. هذا الجميل تحياتنا لحمزة. هذا حمزة. عمي حمزة أكثر عام تحكي بيك. شلون؟ لأنه مخرج مبدع، الناس كلش حابة تصويره. يعني إنسان طيب أمانة الله قبل كل شيء، قبل البرنامج. أدري كله طيب بالكامل، حسين وكريم وطه وحمزة كلهم أخوت. أصلاء والله العظيم. الله وأمانة همينه. ولا عيونك الله يسلمك. أنا دائما يعني احنا نتعامل صارنا اكثر من سنه، فتشوفنا احنا اخوان، نتناقر نتزاعل نتصالح، ما نوقف نمشي. شايفه عائل بيبسي الاخو ما يطل بيبسي، بس لو رات كليته يطيها له. شفت شلون؟ يعني هم حمزه هيك يعني ما اقبل اصور، بس من اجي اصور اطلع ترند، شال على قلبه بالتصوير بس من اجي اصور طلع حلقه مميزه. الله يسلمك. بدول عينك. هذه هديه مقدمه من شركه اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ، تروح بها للوالده تتكشف. اي اكيد والدتي. قول هاي هديتك. اهم شيء الام. الله يخليك. مع السلامه. امهاتنا اجمع. الله يخليك. الف سلامه. بدول عينك.